إيهاب جلال دخوله نادي الزمالك بالنسبة لينا كزملكاوية قبل ما يخش قلنا غلط، ولاد نادي الزمالك قالوا غلط، حقنا. لكن لما دخل إيهاب جلال ومسك النادي كلنا وقفنا معاه، ودي أخلاقنا. مش عايز بقى الناس اللي تزايد والناس اللي ما بتفهمش والناس اللي بتحب تعمل فتن وتطرف. شوف ولاد النادي بيحاربوا، ولاد النادي مين اللي بيحارب؟ محدش بيحارب. ولاد نادي الزمالك كلهم متواجدين، بس في بقى منقسمين، وده نبقى نتكلم فيه بعدين. لكن إيهاب جلال لما دخل مسك مدير فني كان ليه كل الدعم. ظروفه كانت صعبة، تشكيلة جديدة، بصراحة خد كل الدعم، بصراحة اتساعد جامد قوي من مجلس الإدارة، حتى اللعيبة اللي طلبها أنا أبوكو مش عارف عماد فتحي مش عارف كمان في الشارع كله بتاع جمهور نادي الزمالك. أصل جمهور الزمالك ده قصة تانية، وجمهور الزمالك كلمة سنظل أوفياء اللي ساعات بيتريقوا علينا ناس، دي كلمة غير مقبولة يا جماعة. والله نادي الزمالك بجمهوره أكبر من البطولات. أنا ولا فارق معانا بطولة كاس تروح ولا بطولة الدوري راح، ما هو ياما راح وياما هتقدر تجيب، مش ده اللي فارق. اللي بيفرق معانا كيان الزمالك، هو ده رمز خلافنا. يعني أنا مش زعلان من حد في نادي الزمالك، لكن أنا زعلان مثلا على مدرجات نادي الزمالك اللي اتهد، لأن هي كان كرامة، الكرامة الكروية كانت في في حاليا في حرب على رموز نادي الزمالك بتحصل. دي مأساة. ما هو أنت نادي الزمالك قيمته بتوحده، كل الناس مع بعض، ودي كان المهم. أنا ما عنديش عداء بحد ولا في مجلس إدارة ولا في لعيبة قدامة، وعذر المدربين بتوع نادي الزمالك اللي بيشتغلوا في نادي الزمالك، وعارف الناس اللي بتتساعد في نادي الزمالك كتير، مجلس الإدارة بيساعد ناس كتير، ومقدر كل هذا المجهود. لكن أنا تيجي تكلمني الزمالك خسر دوري فحقلب على مجلس إدارة ولا أشتم دوري؟ إيه التطرف ده؟ دي رياضة. لكن أنا بكلمك على الشخصية والأداء. إحنا وإحنا كنا لعيبة كورة لو كسبنا ماتش وما سمعناش الجمهور بيهتف يا زمالك يا مدرسة، لعب وفن وهندسة، يبقى ما لعبناش الماتش. يبقى حماد عبد اللطيف ما اشتغلش، يبقى رضا عبد العال ما اشتغلش، يبقى جمال عبد الحميد ما اشتغلش، يبقى أشرف قاسم ما اشتغلش، يبقى طارق يحيى ما اشتغلش، يبقى خالد جلال ولا بدر حامد ولا أحمد رمزي ولا إسماعيل يوسف ولا هشام يكن، يبقى كل دول ولا محمد حلمي ما اشتغلوش. وإحنا جيل لازم تقف عنده كتير، بعادل عبد الواحد، بعبد الرحيم محمد لما ضمن مع احمد عبد الحليم حبيب قلبي مع فاروق جعفر، احنا طلعنا كده لقينا المجموعه دي. احنا اول جيل جبنا بطولات لنادي الزمالك افريقيه، اول بطوله افريقيه ابطال الدوري احنا، والثانيه والثالثه والرابعه، اقوى جيل جه في تاريخ نادي الزمالك. بس عايزين نقول ان كان الشو او العرض لو مش ممتع للجماهير بنحس ان في حاجه ناقصه. فخلينا نتفق ان مش الموضوع ماتش ولا الموضوع بطولة، نادي الزمالك أكبر من كل ده. مش نادي الزمالك اللي هيبكي على وناس بقى قاعدة تسخن وضع المركز الثاني وها ها، إيه الكلام الفارغ؟ سنة ليها سلبيات وليها مساوئ، وفي سنة جديدة جاية وفي سنة جديدة بعدها، الدنيا ماشية محدش واقف. لكن الناس في مصر بقوا في أجواء، أنا بقول لك المناخ كله وحش، مناخ صفحة حوادث. مين بقى اللي صنعه؟ مين اللي شارك فيه؟ مين اللي بيسخنه؟ مين وقوده؟ مين اللي شغال فيه؟ الكل. ما هو بقى شغلانة كله بقى فرحان بحالة بحالة الهستيريكال كيس دي، او بحالة النار المولعة في الاجواء الرياضية في مصر. في ناس كتير قوي مستفادة. فخلينا نتفق ان نادي الزمالك ما بيقفش على الطول، وسنظل اوفياء ده احساس. انا بحب نادي الزمالك وهفضل، لو ما كسبش الدوري ما كسبش الكاس يا سيدي هغير زملكاويتي. مش عشان حتى لعيب نادي الزمالك، انا كمشجع وابن من ابناء، انا بقى واحد اتربيت في نادي الزمالك، البعض يقول لك لعبنا وما لعبناش، انا واحد دخلت نادي الزمالك، انا اتعلمت المشي جوه نادي الزمالك. يعني اول سنه في حياتي مشيت اول مره جوه نادي الزمالك، تمر الايام وبنتي تمشي اول سنه جوه نادي الزمالك وهي عندها سنه ونص، وابني يمشي اول مره جوه الملعب بتاع نادي الزمالك. فمحدش كلمنا على انتمائنا، ده بيتنا. انا اللي زعلني الحاجه الوحيده اللي زعلتني في نادي الزمالك مؤخرا، او مش مؤخرا، من فتره واعلنت عنها، ان انا نادي الزمالك في اساسيات لي ما كانش ينفع تتلغى. هد الاستاد وجع قلبي، هد المتاحف اللي شايله الكؤوس والتاريخ و100 سنه زمالك، ده وجع قلبي. هتقول بنيت وراه ايه؟ بنيت مكانه ايه؟ كل ده وجع قلبي. ان انا كنت بخش حتى لعبت الكره، لما كانت تيجي تخش وتنزل وتمشي في الممر من تحت الارض
عشان تطلع الملعب في استاد نادي الزمالك كانوا بيخافوا. الممر ده مشي فيه اساطير. الممر ده شاف اعظم لعيبه واعظم جماهير. الممر ده شاف فرق العالم كلها. شاف فرق كبيره ومنتخبات كبيره. الممر ده والمدرجات دي والملعب ده كان الناس بتترعب وهي داخلاه. انا لما كواحد فاهم ده اتوجعت. نادي الزمالك بقى حصل فيه تطورات، حصل فيه حاجات كنت اتمنى، ودي وجهه نظر، ان كل حاجه كانت تفضل موجوده، ولو في تطوير كان يتعمل في نادي جديد. كانت دي وجهه نظري. لكن انا شايف ان نادي الزمالك في الاخر اكبر من كل كلمه. خد الدوري السنه دي ولا ما خدوش؟ السنه الجايه هياخد، اللي بعدها ممكن ياخد، الكاس ممكن ياخد، مدام في بكره. مالنا بنندب على طول ليه؟ والناس بتندب والناس تتريق على بعض. الاجواء بصراحه سوداء قاتمه. لا، انا بحب التفاؤل. نادي الزمالك محتاج روشتات واضحه، الجميع يعود، ولاده بالناس كلها تتكاتف تاني، يحصل حاله حب، يحصل حاله ود، تنتهي حاله الحروب اللي موجوده جوه النادي، كل حاجه تبقى بصوره واضحه. ممكن مفيش حد يشتغل لنفسه، مفيش حد يشتغل لكرسيه. الموضوع ده مليان كلام،